السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتعلم درس جديد Solving two equations. One of them on two variables. One of them is of first degree and the other is second degree. تعلمنا في الدرس الأول Solving equation, solving two equations of first degree in two variables. Algebraically وgraphically. كنا في الالجبريكلي كنا بنتعلم طريقتين الاوميتنج ميثود والسبستيتيوشن ميثود. هنا التو ايكويشن واحده من سكند ديجري والثانيه في الفيرست ديجري. فالاوميتنج ميثود مش هتنفع هنا. ما ينفعش هنا الا نستخدم السبستيتيوشن ميثود. سبستيتيوشن فروم الفيرست ديجري انتو سكند ديجري. تعالى نشوف الكلام ده نطبقه عملي. Find algebraically the solution set of the two equation. مدينا الأولى بتقول ايه؟ y plus 2x plus 1 equal 0. دي نمبر 1. 4x باور 2 بلس y باور 2 ماينس 3xy ماينس 3xy ايكوال 1. دي سكند سوليوشن. هنجيب one of the two variables الـ x أو الـ y from the first ونحطه في second. يبقى بنستخدم هنا substitution method from one into two into two. from one الـ y لو بصينا كده هنلاقي إن الـ y equal ممكن نودي الباقي in the other side. يبقى negative 2x minus 1 from 1 هنسمي دي مثلا equation number 3. يبقى from 3 in 2 يبقى من equation number 2 هنشيل y ونحط مكانها negative 2x minus y. يبقى 4 x باور 2 بلس y باور 2 y قبلتنا ايه؟ يبقى نشيلها ونحط مكانها نيجاتيف 2 x ماينس y اول باور 2 عشان هي ورا y باور 2 ماينس 3 x y. يبقى 3 x تايم نيجاتيف 2 x ماينس 1 ايكوال 1. بقت 1 فاريبل بقت 1 ايكويشن in only one variable. Simplify it and find the value of x. يبقى 4 x power 2 plus expanding binomial square of the first equal 4 x power 2 negative 2 x all power 2 equal 4 x power 2 square of the second equal 1 2 times first times second 2 times first term times second negative times negative equal positive 2 times 2 equal 4 x minus negative 3 x times negative 2 x equal 6 x power 2 negative 3 x times negative 3 times negative 1 equal 3 x minus 1 equal 0. Simplify adding 4x power 2 plus 4x power 2 equal 8 power 2 4x power 2 minus 6 يبقى equal 2x power 2 4x plus 3x equal 7x
1 minus 1 equal 0. The equation become x, 2x to power 2. 2x to power 2. 2x to power 2 plus 7x. سوري هنا في تعديل بسيط بس الساين ساين هنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 2x نيجاتيف تايمز نيجاتيف ايكوال بوزيتيف يبقى دي بوزيتيف 6x باور 2 يبقى 4 بلس 4 ايكوال 8 بلس 6 ايكوال 14 مش 2 يبقى 14x باور 2 بعد كده بنعمل ايه؟ هناخد الهايست كومن فاكتور او ديفايد باي 2 مثلا يبقى 2x باور 2 بلس 2 14x او ممكن ناخد على طول بدل ما نعمل الهايست كومن فاكتور احسن ورياضيا اصح يبقى ناخد 7x هايست كومن فاكتور يبقى ايكوال 2x 2x بلس 1 ايكوال 0 يبقى يا اما 7x ايكوال 0 ومنها x ايكوال 0 يا اما 2x بلس 1 ايكوال 0 يبقى منها x ايكوال نيجاتيف هاف يبقى سوليوشن ست حاجتين يبقى سوليوشن ست الفاليوز اوف اكس طلعت 0 نيجاتيف هاف قبل ما لازم نجيب الفاليو اوف الفاليو اوف ذا اذر فاريبل اللي هو سبستيتينج ان اني فاريبل بقى ان اني ايكويشن لما الاكس كان بزيرو الواي هتطلع بقى بكام يبقى من هنا يبقى الواي ايكوال واي ايكوال نيجاتيف 2 تايمز 0 ايكوال 0 ماينس 1 يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 1 ومن هنا الواي هتبقى ايكوال نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف هاف ايكوال 1 1 ماينس 1 ايكوال 0 يبقى الواي ايكوال 0 يبقى اصبح السوليوشن ست التو بوينت دول ست اوف اول حاجه 0 نيجاتيف 1 والثانيه نيجاتيف هاف اند 0 هما دول الايه السوليوشن ست اوف ذا تو ايكويشن ثانك يو